كان البطوله الافريقيه الاولى كان البارح الاولى تاع الفيتنس تشالنج. هذه سي اون نوفيل ديسيبلين كي ايتي كري بار فيدراسيون انترناسيونال من الطرف اللي تعد الدولي، وحصل الشرف للجزائر ان تكون البطوله الافريقيه الاولى على الصعيد الدولي هنا بقسنطينه ولايه المرحبه ولايه الجسور المعلقه. يعني راكم تشوفوا هناك تنظيم جيد ان شاء الله. اليوم راهي اول بطوله افريقيه مقامه في ولايه قسنطينه، وكما راكم تشوفوا شبيبه راهي موجوده، وان شاء الله نضفروا بجميع الميداليات منها الفرديه والثنائي وان شاء الله حسب الفرق ايضا. والله الاجواء عالميه بالنسبه كتجربه، هذه تجربه الاولى وان شاء الله نلعبوا بالباهي ونجيبوا حاجه باهيه ونزوروا البلاد.